أصدقائي الأعزاء، مساء الأنوار، مساء السرور، مساء المساء على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا بمشيئة الله هذا المساء من قناة صوت الإنسانية من القلب إلى القلب بعنوان الأخت أمي ثم أمي. الظاهر الأخت تحب أمها أكثر من أبوها. الأخت أمي ثم أمي، قالت عمو إحنا كنا العام بسامسون ويومي العصر أروح ساحة الطيور يم البنك مال الزراعات، تقدر تصور لنا إياه؟ هاي الصبح قالت لي، قلت لها بالخدمة عمو أصور لك إياه وتدللين. هذه هسه الساحة مال الطيور، شوفي هذه ساحة الطيور، خلي أبدي لك من هنا. هاي الصيدلية هنا ما بيها عراقيين يشتغلون صيادلة، وهذه الحدائق شوفيها شلون حلوة، وهاي ساحة الطيور، هاي ساحة الطيور. هسه الناس ما كل انشمس، هسه شوية جو يعني بعدها الناس ما طالعة، يعني في ساعة نص ساعة هذا الجامع مقابل الأمنيات، دائرة مال الأمنيات مال الجو مال الإقامات، ما إقامات هذه. وهذه شوفوها، وهذه هذا بنك الزراعات الأبيض، وهاي لوحة الإعلانات هنا، وهذه العمارات. ساحة كلش حلوة يسوون بيها طبعا مال انتخابات، يسوون بيها مال احتفالات مال عيد الجمهورية التركية، معتنين بيها الساحة حقيقة. يعني نتمنى أن تكون عندنا مثلها وأحلى من عندها طبعا، نتمنى هذا الشيء وإن شاء الله يصير. هذه ساحة الطيور شوفوها، هذه ساحة الطيور. هاي هنا الناس تيجي تشتري قلاص مع الموطة صغير بليرة يمكن، إيه بليرة، ما أدري بنص ليرة، لا ماكو نص ليرة، بليرة يشترون. شوفوا أخوان هذه، هاي المطاعم هناك، هاي الطيور هنا، هذه ساحة الطيور. وتدلل الأخت العزيزة أمي ثم أمي، أي شيء تحتاجون أخوان من سامسون تصوير أي منطقة ما عندنا مانع نصورها وبالخدمة. هاي الطيور الحلوة، وطبعا بالمناسبة الطيور اليوم قليلة كلش، هناك صاعدة على ذيك البناية كلش قليلة اليوم الطيور، ما أعرف شنو السبب. يسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة. قبل أن ننهي الموضوع أخوان، هاي الساحة قدامنا حارثيها، شوفوها هاي الساحة محروثة، والحرث مالتها الظاهر ما ادري يريدون يشيلوها الساحة او يقللوا لها، يعني يقللوها يمكن يريدون يشيلوها، فمحروثة حارثيها. والطيور كلها هنا جاية، بعض الطيور هنا جاية. طبعا اخوان هذا الشارع اللي امامي هو البحر، البحر هناك، البحر كلش قريب، يعني 5 دقائق مشي من ساحة الطيور. وهذا بنك الزراعات التركي، وهاي الشارع. ويسعد مساكم، مساء الفل والياسمين على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة، ومع ألف سلامة.